السلام عليكم شباب، دونك من بعد ما ارتحينا واحد شويه داكار، دونك غادي نجيو نكملوا لا سيونس نتاعنا ان شاء الله. الوغ لا سيونس نتاعنا مادموزيل مسيو، دونك لا سويت نتاعها باذن الله. الوغ شفنا لا بوبولاسيون اي لا سوسيتي ماروكان، شفنا التنوع ديال لا سوسيتي اللي هو واحد الميلونج اللي هو كبير وخطير جدا جدا جدا. داكا اللي الحمد لله كومونادي كيعيشوا في واحد يعني في واحد الامن، في واحد لا سيكوريتي، داكا في واحد لا ستابيليتي، في واحد الاستقرار اللي الحمد لله والشكر لله، يعني سي كل شوز كي توجور بيان. الوغ مادموزيل مسيو، عندنا مانتونو غادي نمشيو لعند اوتر بارتي، داكوغ توجور في الشابيتر نتاع لا بريزونطاسيون ولا لاناليز ديال الكولتوريل ايكونوميك اي سوسيال ديال لو ماروك. مانتونو غادي نشوفو لار اي لارتيزانا ديال لو ماروك. داكوغ لار اون فوا تنقولو لار كنقصدو به هو الفن، لارتيزان اللي هي جايه الصناعه التقليديه. داكوغ وفي الاخ كي عندنا مجموعه ديال الانواع تاع ديزار، داكور كي عندنا لاغ اللي هو اركتيكتورال، كي عندنا لاغ اللي هو بيان سور ميوزيكال، كاين لاغ اللي هو لي دونس، كاين لا يعني كي عندنا مجموعه تاع الانواع تاع الفن. داكور حنا دابا على بروميير دي شوز اون فوا فوار لاغ اي اركتيكتور او ماروك. لاركتيكتور دونك لاركتيكتور مادموزيل مسيو اشنو كنقصدو بها؟ دونك نقصد بها الهندسه المعماريه، الهندسه المعماريه. دونك لاركتيكتور سي لا فاسون دون نو كونستخويرون نو ميزون، طريقه باش كنبنيو حنايا لي ميزون نتاعنا. داكوغ واش غير لي ميزون نتاعنا؟ وي لي ميزون نتاعنا ولي ميزون ديال الجيران والادارات العموميه والمساجد بوكو 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 ديال دي شوز اللي كتسمى عندنا سي لا فاسون دو كونستخوي. داكور حنا عندنا في الماروك عندنا هاد التنوع اللي شفنا اون افون افون قبل، يعني التنوع ديال لا بوبولاسيون، داكور لو ميلونج ديال لا بوبولاسيون خلانا اننا يكون عندنا دو ديفير تيب داركتيكتور، دو ديفير تيب داركتيكتور. داكور دونك الوغ مي لاركتيكتور اللي هي ماروكان دونك إلي إنفلونسي سور دو الإسلام، إلي سور لانفلونس دو الإسلام، كاين تحت التأثير تاع الفن المعماري الإسلامي، الفن المعماري اللي هو إسلامي بطبيعة الحال. ألوغ لاركتيكتور كوم بون نومبغ دي زار دو بايي سو تخوف دي دوميني باغ لانفلونس إسلاميك، سوبوندون لو ماروك ديفلوبي بو أبو son propre style influencé par le climat du pays, histoire et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, maintenant, l'architecture, le Maroc, d'accord, ou le fun, surtout le Maroc, il est attiré par le tabac islamique. Attiré par le tabac islamique, par le tabac. ما ليش نقول تأثر بالطابع الإسلامي باسكو هادي يعني حقيقة أريد بها حوايج أخرين، مي يعني قبل الاسلام راه كانوا عندنا سكان ساكنين عندنا هنايا. داكوغ شو با كونتخ الاسلام ولا كونتخ اللي كانوا قدام الاسلام ولا اللي كانوا، مي يعني قبل ما يكون قبل ما يدخل الاسلام كانوا الناس ساكنين هنا في الماروك، كانت عندهم ان سيفيليزاسيون، كانت عندهم حضاره، ايزون كونستخوي فغيمون ما خلاوش لينا شي بنايه باش اننا حنايا غادي نشوفوها. وهذا هو هذه الحاجه باش كيشدوك يشدوك الاشخاص اللي تيقولوا دي بان الطابع الاسلامي هو اللي مسيطر 100%. داك مي عندك داك البنايات كوم جديد اللي كانوا قبل يعني ما بقاوش، تهدموا كما قلنا باش دخل الاسلام، كانت داك الارض المحروقه ان سي دو سويت. دونك يعني لواحد الدرجه بان راه بحال اللي ولا السافله عاليها بيان سور. الوغ لو ماروك كيس كي لا في الى ديفلوبي سون بروبر ستيل، سون بروبر ستيل ديال البناء، طريقه تاع البناء داك طريقه خاصه نتاعو كتجمع دون بوكو ديال دي كريتير، خاصك تاخذ بالاعتبار الى با بروندر اون كونسيديراسيون بوكو ديال دي زيل مجموعه ديال العناصر لي بروميييرمون على الراس نتاعها سي كوا سي لو كليما، سي لو كليما، سي لو كليما، سي لو كليما، سي لو كليما. اول معيار نتاع الهندسه سي لو كليما. داكا علاش سي لو كليما؟
باسكو مادموزيل مسيو اون فوا تنقولوا لو كليما يعني كنحددوا المواد نتاع البناء، الطريقه نتاع السقف، داكور، الطريقه نتاع السقف. اوكي، مثلا نفرض جيت انت بوتي اكزومبل، نخرجوا بالزربه ونعاودوا نرجعوا، داكور، نخرجوا بالزربه ونعاودوا نرجعوا. عندك اسيدي في هنايا في عندنا في لو ماروك، عندنا في لو ماروك بيان سور عندنا مجموعة تاع المدن، داكا ايماجين معايا، ما ايماجين معايا، عندك الديور كيكونوا دايرين بحال هكا، داكا السقف تيكون بلا بحال هكا عادي، كما ايها كما السقف كاع كاملين ديال الناس في العالم كامل، داكا تقريبا دير السقف بحال هكا، داكا هنا السترة، هنا المسائل، هنا الضالة، هنا دير شي حاجة شغلك هذاك، مي السقف تيكون بلا، داكا تيكون بلا. باغ كونتخ إلا مشيتي الإفران، السقف غتلقاه دير هوك، هكا دير سقف. علاش مستعد السقف دير بحال هكا في إفران وفي أزروف في بعض المناطق؟ بوكوا علاش ما يديريش بحال هكا؟ بوكوا شنو السبب؟ سي تو سامبلومون الشريف، تما في داك لا ريجيون الكليما كطيح لا نيج، كطيح لا نيج، وان فوا غادي تطيح لا نيج، الا طاح الثلج في واحد سميتو داير بحال هكا، داك شنو غيولي عندك؟ غيولي عندك غادي يكبر وغادي غادي يمشي، وغتكون طبقه حتى غيولي يوصل لواحد المرحله، كيفاش غتكون شي كلكشوز اللي هو سي تري غون، شي حاجه غتوصل كبير بزاف بزاف بزاف، وغادي يشكل ثقل على الضاله وعلى السقف، وغيقدر داك الساتيك هاد السقف هذا غادي يهبط بطبيعه الحال، غادي يطيح. اوكي، اولا غيبقى الضاله غتشرب الماء واحد الدرجه اللي هي كبيره، وغتبقى تنقط بيان سور. دونك الوغ هما ما كيديروش السقف بحال هكا، كيديروا بحال هكا. بوكوا؟ باسكو نفرض الا بقى تحت الثلج، داكا فين باش كيطيح على السقف ديال بحال هكا، الا ما طاحش بوحدو، ما هبطش بوحدو، يكفي ان اي كي كان طاح الثلج بالليل، الا غدا الصباح غادي يجي لهنايا داكا، غادي يشد واحد العصا، اوكي، وغيضرب هنا التغيير، هنا بحال هكا، شنو غيولي؟ كاع داك الثلج كاع كامل اللي كان الفوق اش غيدير؟ غادي يتحيد وغادي يهبط، داكا. سي كوا سا كيس كنا يسيد اكسبليكي بهاد شي كلك شوز كوم سا ديال الدراري الصغار، داكا. سي تو سامبلومون بو كون في فواغ بانه راه الكليمه هي اللي كتحدد لينا الطريقه ديال الهندسه، الكليمه هي الطريقه. نرجعو تاني لعند افران، ما كيبنيوش بالسيما، ما كيسقفوش بالسيما، ما كيسقفوش بالرمله او لا بالعواد، باش كيسقفوا سكون ابل القرمود، الا كتسمعوا هاد الكلمه هادي نتاع القرمود، قرمود بطبيعه الحال اللي هو واحد النوع نتاع الاحجار، باش كي بيان سور باش كي يسقفوا بطبيعه الحال، داكا اللي كيكون مقوس. دونك دو بوفي شيرشر، ربما كون كلكم عارفين صافي ديكوا القرمود. بون، شنو هو السبب؟ الوغ السبب تاع الاركيتكتور هو سي لو كليما تاع البي بروميرمون، دوزيامون عندك ليستواغ نتاعو، التاريخ نتاعو، الحضارة نتاعو، حتى هي كتأثر بطبيعة الحال على الطريقة نتاع البني نتاعو. تخوازيامون لي ستخيكتيغ سوسيال، البنيات المجتمعية، كيفاش البنيات المجتمعية؟ البنيات المجتمعية بطبيعة الحال حنا ما كنهضروش على ديال دابا، البناء نتاع دابا، نو كنهضرو على نتاع البناء اللي هو قديم، ماشي ديال دابا بالسيما والديور والعمارات والباطيمات، نو، حنا كنهضرو على ليستواغ بيان سور، البناء ديال ليستواغ. دونك ستخيكتيغ اللي هي سوسيال، حنا كنا شرحنا بان كيكونوا الاسوار نتاع المدينة على برا، يا بخي تيكونوا حداهم دوك الحريفية، يا بخي ما حدك انت كتوصل للمركز، ما حدك انت شنو كتوصل عند الحاكم او بيت السلطان، داكا. دونك اش كيشكل لينا هذا هنايا؟ كيشكل لينا واحد ستخيكتيغ اللي هي سوسيال، البنيات اللي هي اجتماعية، زائد لي غوسورس لي هما ناتشوغيل، الموارد اللي هي طبيعية نتاع الدولة، داكو، الموارد الطبيعية، كنهضروش على الذهب على الحديد، نو كنهضرو على الموارد الطبيعية، يعني الأنواع نتاع الأتربة، الأنواع نتاع الأشجار، الأنواع نتاع هادشي اللي كان كيبنيو بيه الناس أفون بيان سور.
Maintenant, parmi l'architecture qui est dans Mademoiselle Monsieur, qui est dans l'architecture qu'on appelle religieuse, l'architecture religieuse. Cette architecture religieuse, il y a bien sûr, que c'est l'hindassan mémorie, il y a islamien. L'hindassan mémorie islamien, il y a des juges de l'Hawaïj. D'accord? كتبينا في جوج ديال الحوايج، ما عطيناهم هنايا أربعة، ما هما عطينا هنايا هما أصلا في الحقيقة كاين عندنا جوج ديال، بالنسبة لي كاين جوج ديال الحوايج، أوكي؟ بالنسبة لهم كاين أربعة ديال الحوايج. ألوغ لي موسكي أو لا لي مسجد، أحسن أننا نسميهم لي مسجد. ألوغ لي مسجد أو لا الجامع، داكوغ؟ إي لو ليو دو لانكرناسيون دو لا فوا إسلاميك، اللي هو المكان، مكان ديال التعبير، داكوغ؟ ديال العقيده الاسلاميه ولا ديال الديانه الاسلاميه داكور اي سا برينسيبال اكسبرسيون اركيتكتورال او باش نقولوا حنا يعني الهندسه الدينيه اللي هي ديال الدين الاسلامي يعني كتبان فاش كتبان في اونيفو ديال الهندسه المعماريه ديال لا فاسون دو لا كونستركسيون ديال لي مسجد لا فاسون الطريقه باش كت... باش 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 مبنيه المسجد داكور مع العلم راه هذه راه ماشي طريقه اسلاميه جو ريبيت ياك سي صاحبي داك الزخرفه اللي هي على برا والزخرفه اللي هي على الداخل الخط الكوفي والخط العربي والقبس والفسيفساء والارابيسك وداك الشيء ما كيدخلش في الثقافه الاسلاميه بتاتا الوغ هذا بروفيسور كي هو نعم تقول وقال في شي احاديث يا استاذ انها من علامات الساعه الله يرضي عليك الله دخلت يرضي الزخار. عليك يعني بحال يجيو يشوفوا حنا واحد المسجد مزوق ومقاد ومنقي والالوان ومحفر والسقف والزخرفه راه ماشي الاسلام الاسلام لم يوجد في الاسلام مسجد في الاوائل ديال الاسلام مسجد بهذه الزخرفه شنو كان كتعشى اكسكيوزي مو سيل فو بلي ديزولي الشباب جي غوسي واحد لابيل تيليفونيك الوغ جي دي عندك ميم لي مسجد ولا لي جامع ولا لا فاسون ديال لا كونستركسيون تاعهم نورمال ما خصش تكون بحال هكا مي هذاك اللي بداها بيان سور نهار الاولى تبنات بداو كيتبعوا عليه اخرون بطبيعه الحال
هنايا كنت قلت لكم ان جور، قلت لكم ان جور بان عندنا بوكو ديال دي تراديسيون، بوكو ديال دي كونيسونس، بوكو نتاع دي شوز اللي كنشوفهم في الحياه اليوميه نتاعنا، وكنعتقدوا بان راه سي سون دي شوز كي سون بيان، باغ كونتخ سون دي شوز اللي هما سي با دو تو بيان بيان سور. وكاين مجموعه تاع الحوايج اللي كتدخل باسم الدين، داكور، باسم الثقافه، باسم الديان، باسم سورتو الاسلام، وفي الواقع في الواقع اي نا با، اي نا با اوكون غولاسيون افيك الاسلام او لا الدين بيان سور. داكور، مع العلم ان فوا تنقولوا لا كولتور الثقافه، الثقافه يعني اول رافد من روافد ديال الثقافه، منش كتاخذ الثقافه يعني العدد نتاع الكبير اللي هو سي لا كولتور، باردون لا غوليجيون اللي هي الديانه بطبيعه الحال. الوغ اون فو كونتيني. Alors, le jem ou le masjid est le lieu donc la réincarnation de la foi islamique et sa principale expression architecturale. Donc, c'est une tariqa de l'hindasa dinia, dans le masjid, bien sûr. Sa forme s'inspire de celle de mise en privé. Le masjid, donc la forme du chakintar, il s'est inspiré. تانسبيرا من لا فورم ديال واحد لا ميزون، ديال اي ميزون بريفي، اي ميزون اللي هي عاديه، داكور، او لي كرويون افي لابيتود دو سو ريونير بور لو كولت، داكور، دونك او لي كرويون، لي كرويون هما المؤمنون، المؤمنين، او لا المسلمين، داكور، او الاتباع ديال الدين الاسلامي، داكور، اللي كانوا كيجتمعوا بو كي فون سو ريونير بور لو كولت باش انهم يديروا العبادات نتاعهم. داكور، يعني هذه بحال هذه ديفينيسيون، ديفينيسيون نتاع الموسكي نتاع المسجد باردون. الوغ لو مسجد اوسي ان سونتر كومونيتير، هو واحد المركز اللي هو مجتمعي ديال واحد المجتمع، داكور، اون ايكول، مدرسه، ان بوان دو رونكونتر، منطقه نتاع التقاء. Une des plus belles mosquées au Maroc est celle de le Qaraouin à Fès. D'accord? Donc, le masjid, ماشي هو مكان غير العباده فقط، ولكن مكان العباده ومكان مدرسه، داكو، مدرسه ديال التعلم القراني، نقطه ديال الالتقاء ديال الاشخاص، يعني من جميع العلوم، من جميع الاقطاب. اي من احسن المساجد اللي عندنا اللي هي ديال القراويين انفاس. تقول لي استاذ المسجد ديال السنه اللي عندنا احسن منها، ولا المسجد ديال الحسن الثاني، ولا اي راه في غيمور احسن منها، داكور، مي حنا كنهضروا على المسجد ولا على الاركتيكتور، الهندسه المعماريه اللي عندها طابع تاريخي، اللي عندها طابع تاريخي. نرجعوا نمشيو شنو عندنا في لو تيتخ، بشويه علينا لو تيتخ شنو تيقول لك؟ دي لاناليز ديال لو كونتكست كولتوريل دو باتريمون ماروكان، كولتوريل كونتكست، غادي ندير واحد التحليل اللي هو كيدخل في النطاق ديال الثقافه، ولكن في الموروث، الموروث اللي هو مغربي. دونك شنو هو الموروث؟ الموروث يعني شي حاجه اللي هي سي ان بو تري زونسيان. دونك اول اركيتكتور ريليجيوز اللي عندنا سي لي مسجد. دوزيام اركيتكتور اللي هي سي او نيفو ديال لي مدارس، داكور، لي مدارس او لا المدارس القرانيه او لا الكتاتيب القرانيه اللي هي قديما، ماشي ديال دابا الكتاب دابا، ولا كيدير لك جو سي با كاراج وين نايض مع راسها، تنقولوا الكتاتيب القرانيه اللي هي كانت بيان سور سي تري زونسيان. الوغ لي ميدرسا سو سون دو بيل كونستركسيون كي ايتي دي ليو دو كوليج ريزيدونسيال او لون enseigne la théologie de la et la foi liée coranique. Donc les médersas, les médersas coraniens, ce sont des belles constructions. Donc des belles constructions. Madani l'écriture de Tariq al-Jamila, c'est un lieu de collège, c'est un lieu de collège, collège, collège. Je veux dire collège. Yani, عندك في المسجد، في المسجد، داكور، دونك اشنو كان عندك؟ قلنا المسجد ستينيكول، هي مدرسه، داكور، مدرسه، مدرسه، وما معنى مدرسه؟ مدرسه يعني دابا حاليا مدرسه هي من السدس لتحت، داكور، من السدس لتحت الابتدائي، داكور، الوغ في المساجد كانوا كيقراو توسكيي اللي كيتقرا في الكتاتيب القرانيه، داكور، في المدارس، مي باغكونتخ في لي مدرسه المدارس القرانيه كانوا كيحسبوا سوسون دي كوليج، دي كوليج يعني ابتداء من الاعدادي فما فوق، داكور، الوغ سوسون دي كوليج اللي هما ريزيدونسيال اللي كتكون فيهم الاقامه، بحال كتمشي لمدرسه قرانيه راه كتسكن،
كتسكن ما كتجيش، ماشي بحال اللي كتمشي الصباح وترجع في العشية، يعني كتمشي كتسكن في واحد المكان بطبيعة الحال لواحد المدة اللي هي كبيرة على حسب المدة ديال الدراسة نتاعك بيان سور. دونك سو سون دي ليو دو كوليج ريزيدونسييل ou l'ont enseigné, ou l'ont enseigné, la théologie et la foi coranique. La théologie et la foi coranique. La théologie ou le fiqh. Le fiqh ou l'ulum coranien. Le fiqh, le balagha, l'ulum coran en général. L'ulum coran en général, bien sûr, comme ma, le fiqh, le sunna, اللغة، النحو، البلاغة، العلوم، المذاهب، يعني كل شيء داك الشيء كتقرا كتسمع عندنا لا تيولوجي اي لا فو كورانيك اللي كنلقاوها في لي ميديرسا داكور. الوغ لو بلو روماركابل سون كونسترو سي كونسترويت بار لو سلطان ميرينيد. اكبر ولا من احسن المدارس القرانيه سيل كي كونستخويها دوك اللي تبنات عن طريق لو سلطان ميرينيد داكور، اللي تبنات عن طريق السلاطين المارينيين او عن طريق الدوله المارينيه. اي لا في اون ديكوراسيون اللي هي روماركابل، كانت يعني فيها واحد مجموعة ديال بيان سور ديكوراسيون اللي هي شي حاجة اللي هي رائعة بيان سور، كتمثل في السكولتور في النحت داكو، دي كارو سيراميك يعني مربعات ولا اشكال اللي هي مصوبة من السيراميك، السيراميك اللي هو السيراميك داكو، زليج كانوا كيكتبوا بلا كاليغرافي كوفيك، لا كاليغرافي هو الخط العربي الكوفي داكور، يعني سو سون دي زيليمون ديال اللي كيخليو داك لي ميديرسا يكونوا بلو بيل كونستركسيون داكور. الوغ مادموزيل مسيو، انا كوم جي دي بالنسبه ليا كاين عندنا لاركيتكتور ريليجيوز كتمثل في الماروك، كتمثل في جوج ديال الحوايج داكور، اللي اول حاجه لي مسجد لي جامع داكور، اي تاني حاجه لي ميديرسا داكور، لا لي زيكول كورانيك المدارس القرانيه. فيما يخص لي مغابو و لي موزولي، لي مغابو و لي موزولي اون ايتون كو بيرسون، اون ايتون كو بيرسون انا كشخص، اوكي وهذا الشيء كيتمشي معايا فيه بيان سور مجموعه ديال لي بيرسون، عندنا لي موزولي لي مغابو هما اشياء ولا اماكن لا يمتون بصلة كيما كانت، كيما كانت لعند لا كونستراكسيون اسلاميك، لعند لا كونستركسيون اللي هي اسلاميك. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بحال غنعرفوا شكون هما داك الساعه غادي نفهموا علاش كو جيدي بحال هكا. الو عندنا لي مغابو، لي مغابو داكور، مغابو سو سون دي زيديفيس ريليجيوز، ما كايناش، نعاود نقولها ما كايناش، مي لي مغابو هما بنايه داكور دينيه تري سامبل، كتكون بسيطه جدا جدا، ايباربيلي اترافيغ لي فيل، كنلقاو منتشرين في مجموعه تاع المدن داكور، في لي فيلاج، في لي فيلاج اي لي كومباي، وفي القرى. سو سون لي تومب دي مغابو، سو سون لي تومب دي مغابو، لي سان اوم مسلمون داكور. الوغ لي مغابو هما اللي كنسميهم اضرحه، الأضرحة نتاع من؟ الأضرحة نتاع الولي الصالح، الولي الصالح دي سان أم اللي هما أولياء الصالحين داكوغ. ألوغ لي مغابو هما أماكن ديال العبادة ديال الدين، وسمع ديال الدين داكوغ، مسمينهم ديال الدين، إيباربيلي مفوزعين على مجموعة نتاع المدن والقرى والبوادي ولي فيلاج داكوغ، اللي هما عبارة عن دي طومب، عن قبور ديال لي مغابو، لي مغابو اللي هما لي سان هم مسلمون، أولياء الله الصالحين، داكوغ؟ سو سون دي ليو دو بيلغيناج، اسمع، اسمع، سو سون دي ليو دو بيلغيناج، ما كايناش، ما كايناش، ما كاينش شي حاجة سميتها ضريح ديال الوالي، هو مكان ديال البيلغيناج، وشنو هو لو بيلغيناج؟ لو بيلغيناج هو الحج. داكور، الحج والبيلغيناج، اوكي. الوغ ما كاينش عندنا حج ديال عباس بن عبد القادر ولا نتاع محمد ولا ديال الحسين ولا ديال هذا ولا ديال هذا، كاين عندنا
في الحج كي عندنا مكان واحد، مكان واحد اللي هو مكة المكرمة، وما كاينش شي حاجة واحدة أخرى من غيرها. أوكي، ألوغ هادوك اللي ما غابوا، داك الأضرحة اللي كيمشيو من الناس كيمشيو كيديروا الحج تما كاين، ويجيبوا الهدية تما كاين، ويمشيو كيقلبوا بوغ شيرشي لا بينيديكسيون. لا بينيديكسيون هي لا بركة، ومشيو يقلبوا على البركة. سي كيلكو شوز ليس، ما عندوش معاه اون غولاسيون بلا غوليجيون، ما عندهاش علاقة بالإسلام، ما عندهاش علاقة بالإسلام، ما عندهاش علاقة بالقرآن، ما عندهاش علاقة بالعلوم ديال القرآن، ما عندهاش علاقة بالله سبحانه وتعالى، ما عندهاش علاقة، ما عندناش حنا علاقة بها. وكاين لي مغابو، ألوغ كان بإمكاني، بإمكاني راه نحيدهم هاد لي مغابو المزور، نحيدهم من الباراغراف، ما كاينينش، ما كاينينش. واحد الحاجة ما شفتيهاش، ما عرفتيهاش، ما درتش في خاطرك. مي باغ كونط خلنا جي ايسيي بوكو جو لا غاردي، نخليها اكسبري، فهمنا، نخليها اكسبري باش اننا نهضروا ونناقشوها. داكا، الوغ لي مغابو سو اون فوا باغ اون لوبجي دان موسم سيليبر او لونور دو سان اون. داكا، او في المواسم، اي موسم كيما كان النوع نتاعو، موسم كيما كان النوع نتاعو، اغلبيه نتاع المواسم، أغلبية تاع المواسم واحد النسبة فيها أكثر من 98% يسمون بأسماء أشخاص، يسمون بأسماء أشخاص، إلا المواسم اللي هي جديدة. مثلا موسم طنطان جديد، موسم حب الملوك جديد، موسم التمور جديد، موسم الورود جديد ديال قلعة مكونة، موسم التفاح ديال ميدل تما جديد، موسم ديال 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 المندرين ديال البرتقال فبركان جديد. يعني مواسم جديدة، ما كانش يعني صافي بيان لونطون، من المواسم القديمة كلها كانت النوم تاع النومس تاع ولي صالح. داكور، ما يسمون بالأولياء الصالحين. داكور، إذا كان صالحا فلنفسه، وإذا كان مفسدا فلنفسه، وإن فعل خيرا فلنفسه، وإن فعل شرا فلنفسه. يعني داك الأشخاص اللي كيمشيو لعندو واللي كيقول لك البركة، واللي كيقول لك الحج، واللي كيقول لك يمشي عند سيدي ولا يمشي عند لالا ولا يمشي عند هذا ولا يمشي عند هذا، إنما كيمشي لعند جهنم، كيمشي لعند جهنم ديريكت. بغيتي تدعي شرك بالله لشي واحد؟ نعم، شرك بالله. وي راه اكس بخي جلي ليسي هاد لابارتي هادي هنايا في هاد الموديل هذا، مع العلم انني حيدت شحال من حاجه من هاد الموديل، حيت كتبان لي كنشرحوها اوغالمون بلا ما نخليوها مكتوبه، مي هادي جي انسيستي جي فولي نخليها. داكا، راه لو في تقول لي بان راه كنمشي عند السي ولا كنهبط عند السي ولا كنجي عند السي ولا كنمشي عند السي ولا السي قال لي ولا السي ولا وقف عليا في الحلم ولا شدوني عظامي ولا شدوني، الله يشدك تشدك حتى العافيه كاع من جيتو كاع، اللهم تشدك العافيه ما كاينش ولا تمشي. دونك سو سون دي شوز اللي هما سي با دو تو بيان، سو سون دي شوز اللي هما سي با دو تو بيان. مادموزيل، مسيو، الى لقيتي تا مامون ولا طون بابا لا تا غراند مير لا تا غراند بير لا تا طونت يقول لك لا واه هادي ما هادي خاصنا نديرو ونمشي ونعطيه ونفعلو ونزورو ونتركو، ويحلف لك يقول لك ان شاء الله السي بالله عباس الله يرحمه وحق السي وحق. شوف داكشي كله شرك في شرك، لا يمثل شيئا من الاسلام. وهذه من اول من اول من اول الحوايج اللي غادي نقولوهم على اساس انه عندنا شنو عندنا. اول الحوايج ديال انه عندنا العادات والتقاليد نتاعنا، تقاليد اللي هي بارفوا لا تمثل الدين في شيء، ما كيتمثلش الدين في شي حاجه. داكور، كندخل باسم الدين ولكن في الواقع لا دين لا ملة. اوكي، الوغ هاد التقاليد العادات، اي حاجه كتماشى مع انك تمشي عند الضريح،
كما كانوا انت تمشي بالشمع، تمشي بالفروش، تمشي بالهدية، تمشي بالذبيحة، تمشي بالزيارة، تمشي بالحجرة، تمشي باش ما مشيتي، وكما كانت شي حاجة عندها علاقة بالثقافة ديال المغاربة، عندها علاقة بهذا الشيء، ليس من ثقافة الإسلام ولا من قريب ولا من بعيد، إنما هو كيلكو شوز اللي هو سي با دو تو بيان. فأنت عرفتي يا أم موان بعدا كي. ألوغ لي مغاربو سون أون فوا باغ أون لوبجي دان موسم سيليبر أ لونوغ دان أوم دان سان أوم إي كي دون سوفون ليو أ دو نومبروز فيستيفيتي. فهاد الموسم هذا بيان سور كيدار باسم نتا واحد الشخص ولي صالح، et qui donc souvent a lieu à de nombreux nombreuses festivités. Il y en a qui appellent qui termes je m'en tiens l'anchita l'tarfeya ou le festival les احتفالات احتفالات bien sûr d'accord. Non oui c'est qui a parlé. Excusez-moi, il y a un gars le casque, je vais se faire. السلام كان سمعك دابا كان سمعني دابا كان سمعك مش كان سمعني لا باكا درت واحد التجربة بغيت ندير واحد الكاسك باش نسمع باش نسمعكم مزيان ونهضر معكم بالميكرو مي صافا مارشي مي بون الو نعاودو نرجعو عندنا هنايا. Alors, les marabouts, ce sont des choses qui sont une architecture religieuse, mais il y a un architecture religieuse. D'accord. Et كل واحد عنده مصدر، كل واحد عنده موسم، كل واحد عنده ولي، كل واحد عنده احتفال، كل واحد عنده والغريب في الامر انكم ماشي كلكم بيان سور كتحتفلوا داكور بداك الشيء. دونك جي دي كتحسبلو بداك الشيء بدون العلم بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك بطبيعه الحال. الوغ ماتونو لي موزولي ils sont une fonction similaire au marabout. نفس الطريقه اللي كي عندنا الاضرحه داكور هما لي موزولي نفسهم داكور عندهم نفس لو رول عندهم نفس الدور داكور او مغابو. Ils sont érigés en mémoire des grands rois ou sultans qui sont devenus après les masjids et les palais des monuments importants. Maintenant, les mausolées, rabhalou bhal les marabouts. La seule différence binatoum, il y a tellement de darih, le faqani darih, tafani darih, d'accord ? On n'a plus adriha. الفرق اللي كاين بين الاول الضريح الاول داكا هو شنو
الطريح الأول اللي هو أنت أولياء ما يسمون أولياء الصالحين، ما يسمون بالأولياء الصالحين. الطريح الثاني لو موزولي سي كوا، سي سون دي مغابو مي اون ميموار تخليد لي ذكرى ديال لي غون غوا ديال الملوك كبار أولا ديال السلاطين كبار بطبيعة الحال. داكا بحال مثلا دابا غادي نجيو نشوفوا الأهرام، الأهرام دوك الأهرامات اللي كاين في مصر، دوك لي بيراميد، دوك لي بيراميد هما عبارة عن أش؟ عبارة عن أضريحة، عبارة عن أضريحة. داكا أضريحة لعند من؟ نتاع لعند 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 ملوك ولا لعند حكام اللي كانوا أقوياء جدا جدا في الحكم نتاعهم. وبحال كنجيو كنشوفوا ثلاثة ديال الأهرامات. داكا علاش كاين صغير مويان كبير؟ بوركو؟ باسكو سي لا فالور ديال داك لو روا ولا ديال داك الحاكم كانت عنده اون غروند فالور، اوتوماتيكمون تيبنوا لي اكبر واحسن. كانت شي فالور اللي صغيره كيبنوا لي اقل بيان سور. الوغ عندنا هاد لي مغابو هما سون كيما قلنا اضريحه اللي كي سون دوفوني من بعد واحد المده داكور حسب التزيين تاعها والهندسه تاعها انسي دو سوي، ولاو كينافسوا المساجد والقصور والمآتم التاريخيه في الاهميه نتاعها بيان سور، في الاهميه اللي هي شنو اهميه اللي هي تاريخيه، اهميه تاريخيه بيان سور. سي كونستركسيون سامبوليز ليتوندو دو بوفوار دو دان دي ريجون بويسون. دونك ما حد السلطان ولا ما حد الامير ولا الملك يكون قوي ما حد انه كيدير ليه واحد سميتو كيدير ليه واحد الطريح اللي هو اكبر بيان سور. بحال شكل تاع مولاي اسماعيل في مكناس، داريح تاع مولاي اسماعيل في مكناس، او لا تاع محمد الخامس في الرباط، ولا ديال الحسن الثاني بيان سور. دونك كيكونوا كبارين واحد شويه. الفرق اللي كاين كما قلنا بين المغابو مع الموزولي، المغابو هو انه كيمشيو اشخاص وتعبدوا ويدعي السي عباس السي هادي انا بغيت انا بغيت نتزوج انا بغيت نولاد انا بغيت نخدم انا بغيت الله يعلم شنو. داكور دونك كيطلبوا ان كيلكان كي ديسيدي ان كيلكان كي يمور واحد اللي هو ميت، كيطلبوا منه انه يقضي لهم الاغراض في الدنيا. اي بيان سور سي كو شوز اللي كان كيقضي هو الغرض لراسو، كان كيقضي الاغراض وكان غير يقدر يرجع يقضي الغرض لراسو الاول اللي هو اول حاجه غيديرها في حياته اون فوا غير رجع من الموت. شنو هي؟ اتصدق، يجي يصدق اول حاجه غيديرها حياته بيان سور. سافي دير كوا؟ سافي دير عندنا او نيفو ديال 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 هاد او نيفو ديال لا كولتور ولا او نيفو ديال لي تراديسيون، او نيفو ديال لي تراديسيون سي كلكو شوز بيان سور اللي هو ان بو كي با دو تو بيان سور. دونك هادي هو الفرق اللي كاين كما قلنا بين الطريح اللي هو موسم وبين الطريح اللي هو ديال واحد السلطان ولا ديال واحد الملك طبيعة الحال.
الشباب عفاكم، أتعطوني واحد دقيقة قليلة عفاكم نصوب شي حاجة وغنكون معكم دقيقة جوج دقائق 3 دقائق راني معكم نعطيكم الخير سمحوا لي. اوكي ان شاء الله صافي.
السلام عليكم. الشباب كان اعتذر واحد شوية، جيت أوبليجي بأنني ندير شي حويجة تعافكم. ألوغ أون فا كونتيني إن شاء الله. ألوغ قلنا الديفيرونس اللي كاين كيما قلنا بين لي مغرب وبين الموزولي، هو واحد كيكون تاع سلطان تاع ملك تاع رجل سياسة كما يسمى برجل سياسة، والمغرب ما يسمى برجل دين بطبيعة الحال، مع العلم كيما قلت لكم بوغ موا دونك سي كلكو شوز لي فو كون فا ايفيتي، فو كون فا ايفيتي داك الأعمال اللي كدار داكوغ. كائن ما كان، كائن ما كان اللي كان في داك الضريح وكون كينفع وكون ينفع راسو، كون كينفع وكون ينفع راسو، فهمنا؟ هادي تقول لي أستاذ لحق أنا راه سمعت وراه شفت وراه كنعرف وراه هادي وراه كانت عنده وكلات عنده وكان عنده ولا عنده، إيه كاين داكشي، مي كون كينفع كون كينفع راسو. داكوغ، وعلاش كاين داكشي؟ هداكشي سي أن بو كومبليكي، ميمكنش نشرحو ليكم دابا، داكوغ، مي إلا بغيتو نشرحو ليكم جي أبسوليمون با دو بخوبليم، نورمالمون غادي تخدم لا كلاس فاس فاس و جوفي إكسبليكي، داكوغ، مي كون كينفع كينفع راسو. السلام عليكم. ألوغ أون فا كونتيني، لاركتيكتور ميليتار، لاركتيكتور ميليتار مادموزيل مسيو، اللي هي الهندسة بيان سور اللي هي عسكرية، الهندسة العسكرية. والهندسه العسكريه مادموزيل مسيو راه بطبيعه الحال راه كيف كيف بحال بحال الهندسه اللي هي مدنيه ولا الهندسه اللي هي دينيه، ولا يعني كاين عندهم واحد الطريقه ديال البناء. داكوغ، دونك في الهندسه العسكريه اول حاجه اشنو كيعندنا؟ كيعندنا سكون ابل لي موراي اي تور، لي موراي اي تور، لي موراي جاي من مور ومن الاسوار ماشي الحيط، لا اسوار، والصوت يكون اعلى بيان سور. التور وما تيكون عندك داك الكاريطه كنسميوها الكاريطه، داك شنو هي؟ هي ابراج المراقبه. اوكي، دو نومبروز فيل ماروكان اي بارتيكولييرمون لي سيتي امبيريال سون انتوري بار دي لونغ رامبار، لور تاي لي روندر امبرسيونانت، لي رامبار ايتي جينيرالمون كونستروي ا لي دو بيزي اي كومبروني les tours carrées qui servaient des greniers de blé et ainsi de suite. Maintenant, les tours et le muraille, donc le qila, l'assoir ou le qila, d'accord, quand on voit une jumeau entre les villes marocaines et particulièrement خصوصاً les villes impériales, modern liya, la atika, d'accord, qui sont entourées, car le calmedina, tout entouré par des dairies, يحصرها ولا يمتد عليها، داكوغ، باغ دي لونغ غومبار، مجموعة تاع الأسوار اللي هي طويلة جدا، لوغ تاي، لوغ تاي، اللي هي لا طاي نتاعهم، الطول نتاعو، داكوغ، لي غون امبرسيونونت، كيخليهم أنهم يكونوا لهما امبرسيونونت، امبرسيونونت يعني شي حاجة اللي هي رائعة الجمال. لي غومبار ايتي جينيرالمون كونستروي على ليد دو بيزي، دونك هاد لي غومبار اما كيتسموا عندنا لي ميغاي اسوار اولا لي غومبار، داكوغ، بحال دونك كانوا كيتبنوا على ليد دو بيزي. لو بيزي اشنو هو لو بيزي؟ لو بيزي هو تنقولوا حنايا دابا كيتبنوا بالتابوت، كيتبنوا بالتابوت، داكوغ. دونك اشنو هو التابوت؟ اشنو هو التابوت مادموزيل مسيو؟ داكوغ، غنعطيكم ان اكزومبل الى لقيتو، الى لقيتو Voilà, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Voilà, j'ai trouvé l'image. C'est beau. Ok, on dirait au Maroc. Maroc, Pizzi, Maroc. Voilà, c'est joli.
هو الناشئ والسد. نعم هو الناش. ايه البيزي هو الناش، ولكن شنو الناش؟ عرفت شنو الناش ولا ما عرفتيش؟ عرفتو هل نشكيزت الموتى؟ انت تقول لديك تاع الموتى. ايه ارى هو كتسمى الناش هكي يكونوا هزين شي واحد متوفى الله يرحمه وكيهزوه كيحطوه في الفوق الاكتاف نتاعو كيتسمى هذاك الناش، داك الخشبه كتسمى الناش داكو او لا تابوت. اوكي سي لا ميم شوز داكو. الوغ ها هما دو حنا عندنا ديزيماج نتاعاش دونك هادو كيما كتشوفوا هنايا دونك سو سون دي كونستركسيون اون بيزي. يدي قرا دونك لابيتا اون بيزي داكو كتصوب من التراب. اوكي دونك فوالا وحده اخرى عاوتاني اوكي كيتصوبوا من التراب مي القاسم المشترك بيناتهم اون فالو فوار قاسم مشترك بيناتهم. فوالا عندنا دي جون خدامين سمشي ديال ايه القصر اللي كاين هنايا هذا منطقه معروفه شي وي هدف السياح فما عيس بن حدو وي سي فري جات حدا واد صغير سي بو سي جولي سي مانيفيك. انا وصلت تما غنهضروا عليها بيان سور ان شاء الله. عندنا فوالا الطريقه ديال البناء نتاعها كنقولوا حنايا نتاع التابوت داكو ولا ديال البيزي اشنو كيشدوا. دونك كما كتشوفوا عندنا هنايا خشبه داكو خشب داكو لوحه الجهه الاخرى حتى هي عندنا اللوحه داكوغ و بينات هاد الخشبات هادي كاين عندنا واحد العصا شد بيناتهم داكوغ اولا شد بيناتهم واحد الحبل. دونك شنو كيجيبو كيجيبو عندك اسيدي الطين تراب ولا داكوغ اولا الماده الاوليه كيجيبو الماده الاوليه داكوغ وكيميلونجيوها وكيحطوها هنا وكيبقاو كيضربوها بهادو هنايا. دونك كيما كتشوفوا جيسبر بيان تكون كتبان لكم داكا كيضربوا كتسمى المدك وباش كيدكوا داكا باش كيبريسيو فهمنا باش كيبريسيو حتى كيوصلوا حتى كيسالوا تما كتنشف داك البلاصه ولا كتشد داك البلاصه راسها كيحيدوا عاوتاني داك الخشب من تما كاين وكيمشيو كيديروا في بلاصه واحده اخرى حداها متلاصقه معاها وكيعمروا وكيبقاو كيدكوا داكا. دونك كيفكم جدي كتسمى هذه كتسمى العمليه نتاع التابوت بيان سور. الوغ سي كيكو شوز اللي هو فوالا ثاني صوره واحده اخرى داكو ديال الطريقه نتاع كيفاش كيديروا كيبنيو بالتابوت سي كيكو شوز اللي هو كي با دي تو فاسيل صعيب باسكو كيتطلب واحد الجهد اللي هو عضلي قوي داكو. دونك كما كتشوفوا عندنا الخشب من هذه الجهه الواح من هنا والالواح من هنا كيتسمى عندك اما التابوت داكوغ كيتسمى اما التابوت اولا كيتسمى اللوح كيبنيو باللوح الواح خشبيه داكوغ كتكون الواح خشبيه هنا كتكون مسدوده هنا كتكون مسدوده الجهات كيتكون ثلاثه الجهات مسدودين الجهه الرابعه كتكون مفتوحه. يعني مثلا دابا عندنا هنايا واحد الطبقه ولا واحد الكتله نتاع واحد الحيط داكوغ دونك كيخليو ليه الجهه اللي مقابله عنده كيخليوها مفتوحه باش ان داك الشيء الجديد كيلصق مع القديم اللوحه القديمه كتلصق مع اللوحه الجديده بيان سور داكوغ. عندنا كيفاش كيصيبوا ولا باش كيتصوب داكشي باش كيبنيو داكوغ داكشي باش كيبنيو كيصوبوه بالتبن والطين والقبس تبن والطين والقبس الطين قصدي به التراب داكوغ عادي دونك تراب والتبن والقبس بوركوا دونك كيتخلطوا هذا الميلونج هذا كيتخلط هذا الميلونج هذا داكوغ تبن كيلعب الدور بحال ديال السلك داكوغ باش كيشد كيكون عندك واحد الانسجام بين في التراب الاتربه داكوغ وعندك القبس كيلعب واحد الدور بانه هو كيبس وكيتحجر كيكون قاسح داكوغ
دونك كيتخلط لو ميلونج، كيتخلط لو ميلونج مع الماء داكو، وكيبقى كيترفس عليه كما تيقولوا، كيبقاو كيزطموا عليه برجليهم حتى كت كيوليو يعني سميتو كتدخل مع بعضياتها لي زانغيديون المواد كيتميلونجو مع بعضياتهم. وبطبيعة الحال كوم جيدي كيحطوهم في هذا التابوت هذا ديال الخشب داكو، وكيبقاو كيدكو فيهم. وكما كتشوفوا عندنا هنايا البلايصه هذه، هنايا عندك خشبه هنا وخشبه هنا وخشبه هنايا داكو، هادوك الدور القدامين كلهم كتلقاهم فيهم تقابي، كتلقى فيهم تقابي، حيت كله فيه تقابي. علاش فيه تقابي؟ باسكو سو تي سامبلومون سي العواد فاش كان كيدار داك التابوت بطبيعه الحال، داك الخشبه فاش كانت كدار بيان سور. دونك جيسبيغ تكون واضحه. واضحه السد. Okay. Alors, construire à l'aide construire à l'aide de Pisé et comprenez des tours carrées. Tu connais un dôme, c'est un abrage, mais tu connais un murabba. Cet abrage murabba, عندك الفوق نتاعها على نتاعها كي يساسير لعند المونتي لا غار. الابراج نعاودو نرجعو، نعاودو نرجعو ل سميتو عندنا ان اكزومبل باش غادي نشرحوه مزيان بويسك عندنا الفرصه ا ديستونس اي كونيكسيون. نرجعو تشوفو احسن. Voilà, ça c'est beau, c'est joli. Il y en a un partage avec vous. Qui parfois, il y a des gens qui ont fait des choses, 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 ولكن الا شفتي بعينيك داكا وشفتي كتكون احسن واحسن بيان سور. عندنا وقلنا عندنا الهومادو ليميغاي، هادو كيتسموا عندنا ليميغاي الاسوار داكور، هادو كيتسموا عندنا دي تور لي تور داكور. شفتوا كيما عندنا التقابي هنايا، التقابي هنايا داكور، يعني البلاصه فاش كانوا دايرين داك الخشبات باش انهم يبنيو داكور داك اللوحات باش انهم يبنيو بطبيعه الحال. هذا يعني مبني عن طريق التابوت، يعني البناء القديم 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 جدا. هنشوفوا صوره اخرى عاوتاني. هما دو عندنا التقابي هنايا، شفتوا عندنا التقابي هنايا، غادي نشوفوا صوره اخرى هما دو التقابي هنايا داكو. يعني هادو كلهم كيتسموا عندنا دونك يتبنى بناء اللي هو اسوار عظيمه. شوف الانسان، شوف هاد السيده هادي داكو فاش كتبان بالمقارنه مع هاد الصور هذا داكو، يعني كتبان لي هي صغيره جدا وجدا. زائد الى لاحظتوا معايا انا مادموزيل مسيو، تشوفوا معنا هنايا هنا في هذه البلاصه هذه غير من هنايا هنايا. جي سبير تكون الصوره كتبان واضحه. نحاول نكبروا الصوره الى بغات تساعدنا. نعم احسن. الا جي دي تلاحظوا معنا هنايا لتحت داكور، غتلقى ما كاينش عندنا الحفاري، ما كاينش عندنا الحفاري. واحد العلو اللي هو يكون 3 متر حتى 4 متر نتاع العلو داكو، ما كاينش عندنا الحفاري هنايا. شنو هو السبب؟ شنو هو السبب؟ السبب اللي هو بسيط جدا 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 جدا. شنو هو؟ هو سيكو غدا وغدا الى بقاو تهجم علينا شي عسكر ولا هجموا علينا شي جنود ولا شي قوة عسكرية، ما يقدروش انهم يطلعوا عندنا. حيت الى درنا لهم الحفاري وبقاو دوك الحفاري هنا ما سديناهمش، غادي يجيو يديروا خشبة 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 وما يطلعوا يوليو عندنا هنايا. دونك هما كيحيدوا هادو هنايا، كيحيدوهم داكا. باش اش؟ باش هذا تكنيك نتاع الديفونس، تقنية نتاع الدفاع. الحاجة الأولى علاش حنا كنخليو عندنا هادو هنايا داكا؟ باش يدخل منهم يتبرد، يدخل منهم الهواء لعند الداخل، وتكون تحافظوا على واحد درجه الحراره اللي هي معتدله بطبيعه الحال. يعني ما كانوش الناس كيبنيو هكا كوازار، ما كانوش الناس كيبنيو اعتباطيين، مي كانوا كيبنيو بطبيعه الحال بطريقه اللي هي يعني معقوله بيان سيو. نعاود نرجعوا اون اوتخو فوتو عاوتاني. شوف معايا 3 متر حتى 4 متر على الارض ما فيهاش الحفاري داكو. دونك السبب بيان سيغ كيما قلنا ديال البنايات بطبيعه الحال. قلنا الاسوار هما دول الاسوار داكوغ، دي كغون ميغاي اي دي تور.
لي توغ هما هادو هادي كتسمى توغ داكا نشوفو حده اخرى بيان سور فوالا اون اوتر دونك هادي كتسمى ان توغ لا توغ شنو كاين الفوق الفوق اون فوا ميتغ لا كارد اون فوا مونتي لا كارد باش كيديرو شنو كيديرو باش كيديرو الحراسه داكا عندك كتشوف هاد البارتي هادي هنايا ما مبنياش ما مسدوداش ما جايش الحيط كله بحال كيما كنديرو حنا في الدور السترا كامل لانه دي كان عندنا طبقات عندنا بالاماكن اللي خاوي هنايا علاش بوكو السبب علاش سي تو سامبلومون ماشي ديكوراسيون ما هي ماشي ديكوراسيون مي بار كونتر الا بقيتي حتى سديتي هادشي كاع كله لا انت غتبان لهما غيشوفوك داكو لا انت غتوصل للهدف نتاعك شنو هو وانهم كيخليو هاد المنطقه هادي هنايا البلايص خاوين باش ان فوا كيكون كتكون مثلا حروب ولا شي حاجه دونك اشنو تيوقع هذا اللي كيكون هنا ممكن يبان ليه ممكن يتيري بالسهم ولا بالنبل ولا ب ب ب ب ب بالرمح نتاعو اللي كاينين لتحت بيان سور دونك الفوق كما قلنا هو عباره عن مكان اللي مونتي لا كارد ولتحت هو عباره عن غونيين عباره عن ان غوني داكا بون فوالا انكور دي زوتر بيان سور بون فوالا ها دونك الحراسه بطبيعه الحال هنا سون دي غوني داكا اشنو هما لي غوني مادموزيل مسيو داكا فوالا انكور هادو كاينين في القصبه داكا كيكونوا في القصبات تيكونوا في القصبات ومن بعد نشوفوا شكون الفرق بين القلعه وبين القصبه وبين القصر ان شاء الله بار لا سويت داكا بون فوالا دي زوتر تارودانت كومو ايسون بيان سور دونك يكونوا تما كاين دي غوني هاد لي غوني اشنو هما هاد لي غوني مادموزيل مسيو لي غوني هما المخازن يصفي ديك كل مخازن فوالا دونك لا فوالا كومبروني دي تور هادوك اللي شفنا حنا دابا سون دي تور كاري كيكونوا مربعين كيسير ادي غوني دو بلي لي غوني دو بلي هما مخازن ديال الحبوب اما كناس سي فورتيفيكاسيون كومبروني ميم دي سيتيرن دو parmi دي كونستركسيون دو ديفونس لي بلو امبرسيونونت او ماروك لي رومبار دو لا فيل دو مراكش دونك في المدينه تاع مكناس يعني هذوك لي فورتيفيكاسيون هذوك الاسوار اللي كاينين تما كانوا دوك القلاع كانوا ميم ال كومبروني كانوا كيتكونوا من اش دي سيتيرن دو دي سيتيرن دو اماكن ديال فاش كي السيتيرنات فاش كيخزنوا المياه وهذه عبقريه ليس لها مثيل في البناء داكو يعني شي حاجه اللي هي يعني عبقريه جدا وجدا وجدا داكو سي كونستركسيون دو ديفونس لي بلو امبرسيونونت سي لا فيل دو مراكش دونك المدينه القديمه تاع مراكش اللي كتمتد على واحد الطول تاع 16 كيلومتر دونك هي واحد المدينه اللي هي كتعتبر مدينه ديال الحمايه بيان سور اللي فيها اكثر من 200 باب للدفاع 200 باب للدفاع بطبيعه الحال يعني شي حاجه اللي هي كبيره جدا وجدا عندنا لي بورت لي بورت ميمكنش يكون عندنا الاسوار وما يكونوش عندنا لي بورت ما يمكنش ولا دابا اللي حنا شفنا دابا الشيء اللي شفنا دابا هاد لي زيكزامبل راه هما عباره عن اش عباره عن ابواب داكور وهاد الابواب بطبيعه الحال يعني على حسب الاهميه نتاع الباب والاهميه نتاع الباب كاين عندنا اربعه الاهميات كاين الباب الشرقي والباب الشمالي والباب الجنوبي والباب الغربي اربعه نتاع الابواب الرئيسيه تيكونوا لكل مدينه وكيكونوا ابواب اللي هما ثانويين داكا تيكونوا ابواب اللي من بعد كيكونوا ابواب اللي هما ثانويين بطبيعه الحال داكا الوغ كوم جي دي كي عندنا ابواب هاد لي بورت هادو بطبيعه الحال سوسون لا بورت اسلاميك او الباب داكا اي بلاصه كنسموه باب منصور باب دكاله باب القلعه باب الودايه باب ما كاين غير بيبان داكا دونك كيتسموا لي باب ولا لي بورت او دو لا دو سا نيسيسيتي فونكسيونيل سامبوليز لو بوفوار دو لا سيكوريتي دو لا ريشيس دونك هاد الباب هادي بطبيعه الحال او دو لا فونكسيوناليتي الاستعمال تاع العادي اللي هو اش اللي هو كتفتح
كيخرجوا الناس كيدخلوا الناس كتسد سي الفونكسيوناليتي نتاع الباب داكو او دولا اكثر من ما هو متعارف عليه الرمزيه نتاع الباب كتكون عندك الرمزيه اللي هي ديال اللي هي السلطويه الرمزيه اللي هي السلطويه بيان سور داكو اي عندك باب الاحسن لي بلو غروند ولا لي بلو لي بلو كونو في لي باب اللي كاينين عندنا في الماروك كاين نتا باب منصور في مكناس باب لودايا اولا باب مولاي اسماعيل داكا دونك انا نعطيكم دي زيكزامبل نشوفوهم مولاي اسماعيل voilà j'ai trouvé quelque chose alors Donc voilà, mademoiselle, monsieur, Bab Moulay Ismail, voilà. C'est le Bab, le sultan Moulay Ismail, le qui est considéré historiquement ahsan ou aqwa ou Bab اللي كان في العهد القديم بطبيعة الحال يعني الباب الرئيسي ديال المدينة نتاع مكناس سابقا نتاع القلعة نتاع مولاي اسماعيل سابقا داكو دونك كما كتشوفوا الزخرفة والبهرجة والعظمة تبارك الله باش مبني يعني بطريقة اللي هي جميلة جدا وجدا دونك تما عندنا باب مولاي اسماعيل بطبيعة الحال باب اخر ثاني فوالا هو دا هو باب مولاي اسماعيل داكا يعني هنا الاول كيدخل لعند ما هو يعني ما هو الداخل ديال المقر ديال السلطان انس دو سويد هذا هنايا نو هذا هنا يعني وسط المدينه كيدخلك لعند الشعب داكا كيدخلك لعند الشعب بيان سور دونك كما كتشوفوا عندنا مجموعه ديال دي فوتو نتاعو سي كلكو شوز كي مانيفيك شي حاجه اللي هي مبنياش حاجه اللي مصوبه بواحد الطريقه اللي هي كبيره جدا جدا دونك هذه الصوره نتاع القصبه نتاع مولاي اسماعيل داكو القصبه نتاع مولاي اسماعيل اللي كتجي عندك هنا قدامها واحد الساحه كتسمى الساحه التاريخيه الساحه ديال الهديم بطبيعه الحال الوغ كي عندنا مولاي اسماعيل نشوفوا ابواب واحد اخرين لي زوتر اكزامبل توجور نشوفوا في مكناس نشوفوا ديال باب منصور داكا شوفوا ديال باب منصور اها فوالا دونك باب منصور بطبيعه الحال باب منصور فين بلاصه كيجي في الرباط لا باردون بالله مش طنرا جي باب منصور اللي كيجي تا هو في لا فيل دو مكناس شو ديزولي كيجي في لا فيل دو مكناس داكا يعني حتى هو سي كو شوز اللي هو شي حاجه اللي هي كبيره جدا وجدا كتشبه بواحد الطريقه اللي هي كبيره ديال مولاي اسماعيل تشبه الطريقه اللي هي كبيره نتا مولاي اسماعيل اي هما بجوج يعني تبناو في مدينه مكناس في نفس تقريبا لا بيريود بطبيعه الحال إيه باش تقول لي استاذ لا راه الاول هو الثاني غنقول لك نو شوف الاول شوف راه عندنا هنايا عندنا خطوة راه جايين داك طريق الناس يمشيو وكيجيو باغ كونتر هنايا ما كاينش عندنا داك خطوة داك يعني الامور يعني الطريق اللي هي عاديه بطبيعه الحال يعني ما كان اللي هو مختلف غادي نشوفوا اوتر بورت نشوفوا ديال الودايا داك ديال لودايا اللي هو اللي كاين اللي قلت لكم كاين في الرباط وخطا قلت لكم كاين في سميتو دونك باب لودايا فوالا
باب الودايه نسبه الى قصبة الودايه داكا. فوالا القصبه ديال الودايه داكا. دونك كي عندها الدروج باش انك انت غادي تطلع لعند الفوق. الطريقه باش مبنيه القصبه تاع الودايه مادموزيل مسيو كتختلف بزاف وبزاف 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 باش مبني القصر ديال مولاي اسماعيل، ولا باش مدينه القديمه في مراكش، ولا المدينه القديمه في فاس، ولا في مكناس. كاين بيناتهم واحد الفرق اللي هو كبير وكبير جدا وجدا وجدا. عن طريق اش؟ عن طريق المواد ديال البناء داكوغ. عن طريق المواد ديال البناء في الرباط مبني بالحجر داكوغ، مبني بالحجر. باغ كونطخ في المدن الاخرين مبني بالبيزي بيان سور. دونك هاد الباب الودايه قصبة الودايه، او اللي كيتسمى الباب الكبير بيان سور، كيتسمى الباب الكبير ولا باب ديال الودايه بيان سور. كاين مجموعه ديال الابواب، مجموعه ديال لي مونيمون. مي الله يجعل البركه، شفنا ديجا كيلكوزان سي بيان. الوغ عندنا لي سيتاديل. لي سيتاديل مادموزيل مسيو servent à la résidence urbaine fortifiée du roi ou du sultan. D'accord. La citadelle, l'ia, pas qu'on goure le palais, pas qu'on goure le qasr, d'accord. L'ia, ou la résidence, ou l'iqama, d'accord, que tu peux fortifier, dial le roi. Iqama, que tu peux fortifier, dial le roi, que tu peux fortifier, yani que tu peux mbni b tariqa li hiya قويه بيان سور، مجهزه ومامنه. الاوريجين لا فونكسيون دو لا كاسبا ايتي ستريكتومون ميليتير داكور. الوغ دونك لا سيتاديل، لا سيتاديل داكور، كي عندنا شكون نابيل القصبه داكور، كتسمى عندنا القصبه. اشنو هي القصبه؟ اشنو هي القصبه؟ ولا اشنو الفرق بين القصبه وبين المدينه؟ كاين فرق عندنا بطبيعه الحال. دونك جو في اساي دو شيرشي لي ديفيرون تيب لي زيكزامبل ديال لي كاسبه، لي كاسبه اللي كاين في الماروك. اي كوم سا اون فا افوار اون ايدي جينيرال داكور على لي كاسبه بيان سور. بون فوالا سي جي تروفي كيلكو شوز كي سوبر بو سي جولي. دونك باش تشوفوا عدد ديال الانواع نتاع القصبات اللي عندنا بيان سور. عندنا مسيو مادموزيل مسيو لي قصبه داكا. عندنا القصبه اللي كاين عندنا مجموعه نتاع القصبات اللي كاين عندنا في لو ماروك داكا. سورتو سورتو في لا ريجيون دو ورزازات دو زاكورا. ورزازات دي زاكورا والمناطق نتاعهم هما اللي كيتعرفوا بالقصبه داكا. والقصبه هي شنو هي؟ هي بحال الشكل alors j'ai dit au niveau ديال لي كاسبا كي عندنا désolé. alors mademoiselle monsieur, bon voilà comme vous voyez d'accord. Atna de qasaba el qasaba el farq li kayn bin un palais royal qasr malaki ma el qasaba d'accord. hiya katkoun wahed el makan makan d'accord bhal el chkel dial el iqama el malakiya bhal ou el iqama dial el sultan. yani mathala el qasr el malaki tikoun mathala fi el asima وعندو إقامة مجموعة تاع المدن كيقدر يمشي عندهم داكوغ بحال الشكل اللي عندنا حنا داخل الإقامة الملكية داكوغ. ولا ما كيكونش هو عبارة عن قصر، قصر ملكي أن بالي رويال داكوغ، مي سي جوست أن سيتاديل داكوغ. كتكون يعني الأسوار اللي هي عالية كتكون محمية وكتكون المسائل تاعها، ولكن ما كتكونش دائما عامرة داكوغ. ألوغ كيما كنشوفو عندنا هنايا دي زيكزومبل داكوغ.
دي زيكزومبل ديال القصبه، دي زيكزومبل ديال القصبه. فوالا عندنا واحد القصبه داكوغ كما قال قبيله حملنا دونك القصبه نتاع ايت بن حمو داكوغ اللي كتوجد في المنطقه نتاع ورزازات. سي كيكو شوز كي بو كي جولي داكوغ كي مانيفيك كي مانيفيك مانيفيك ما شاء الله. كتجمع بين واحد المونيمون هيستوريك واحد المكان اللي هو تاريخي داكوغ. كتجمع بين لي مونطاني ديال لا نيج جبال فيها الثلج، كتجمع بين جبال اللي هي قحيله، كتجمع بين واحد النخيل، كتجمع بين الواد كيدوز هنايا، كتجمع بين الصحراء كاين هنايا. سي كيكو شوز اللي هو مانيفيك واحد لو بيزاج اللي هو ما شاء الله سي تري بو اي تري جولي بطبيعه الحال. هاد اللي كاسبه مادموزيل مسيو كيجيو بطبيعه الحال في اماكن اللي كتكون مرتفعه داكا، كتكون في اماكن اللي هي مرتفعه كون فو فوي ايسي داكا، كتكون فوق واحد الهضبه ولا فوق واحد التل داكا اللي كيهدف من بعد اللي كنشوفو كيهدف سي جوست بوغ لا سيكوريزاسيون pour la sécurisation القوافل التجاريه تاع لي كارافان كوميرسيال داكا تاع القوافل التجاريه اللي كانت قبل بيان سور. دونك كما كتشوفوا جايه فوق حجره داكا فوق واحد المرتفع، وكي عندنا ما حتى هي جايه في مرتفع وهي اصلا مرتفعه وعاليه اكثر باش انك تشوف واحد المنطقه الجغرافيه اللي هي كبيره ديال الحراسه. بون فوالا اوسي عندنا هنايا شوف كي عندنا مستويات ديال الارتفاع. بون فوالا كاين هنا ارتفاع، هنا ارتفاع ارتفاع، ولكن اعلى ارتفاع هو هذا بطبيعه الحال. اوتخ قصبه دونك مرتفعين دونك هنايا دونك فينا بلاصه في المكان اللي هو مرتفع. دونك كوم جي دي دونك سو سون دي ريجيون اللي تيكونوا جايين في مناطق اللي هي مرتفعه شويه. الهدف نتاع بانهم ما غاديش يكونوا في السفح، خصو يكون في التل. علاش؟ باسكو اون فوا غادي يجيو قوات اجنبيه باش انهم غيوصلوهم غادي يلقاوهم باش يدافعوا على راسهم، غادي يلقاو غيدافعوا على راسهم بطبيعه الحال، وخاص الاخرين يتخسخوا باش انهم يطلعوا عندهم. دونك فوالا اوتر اكزومبل بيان سور. الوغ كتسمى عندنا لا سيتاديل، كتسمى عندنا لا سيتاديل او لا كتسمى عندنا سي 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 القصبه، كتسمى عندنا القصبه. والطريقه نتاع البناء نتاعها كتكون مختلفه على لا فيل بيان سور اللي هي كتشد الارتفاع كتشد العلو داكا كتشد العلو. باغ كونطخ في المدينه كنشدو كيبنيو غير في الغيد شوسي ولا في البرومي ايطاج، يعني في السفلي وفي الفوقي. باغ كونطخ في القصبه يقدر يكونوا عندنا 3 4 5 6 ديال لي زيطاج بيان سور داكا، وكل ايطاج بالسكنه نتاعو بيان سور. سي كلكو شوز اللي هو يعني كينم على 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 على, على شي حاجه اللي هي دي لانتيليجونس. فوالا توجور سي القصبه نتاع ايت بن حمو اللي كنا هضرنا عليها توتالور داكا. دونك كاين واد كيمر بيناتهم، كي عندك هنايا جبال، كي عندك جبال. بون فوالا سي توجور هي دي داكا. دونك جبال هنايا قاحله واحد نتاع النخيل النهر، هنا جبال كيكون فيهم الثلج. سي بو سي جولي مانيفيك. او لا ريجيون دو ورزازات، لا ريجيون دو ورزازات كتسمى عندنا هوليود ماروكان، ولا كتسمى عندنا مدينه ديال 1000 قصبه وقصبه نسبه الى 1000 ليله وليله. عندك بحال كيكون عندك الشتاء كتكون الثلج وكيكون البرد وكيكون الماء حامل وكيكون البحر وكيكون الواد، باش تمشي لديك القصبه تاع ايت بن حمو ضروري انك كدوز عن طريق الواد داكوغ. كي كيديروا هما عباره عن احجار وكيديروا عباره عن دي شوز باش انك انت تقطع الواد بطبيعه الحال. اوكي دونك كاين شي سؤال مادموزيل مسيو؟ نو ما كاينش شي سؤال. الحمد لله. الوغ لي كاسبا لي سيتاديل، لي سيتاديل سيرفي ا دو ريزيدونس اوربان فورتيفي. دونك اماكن اللي هي سكنيه كتكون هي فورتيفي مقوى داكا. ا لوريجين لا فونكسيون تاع القصبه، الدور نتاع القصبه كان ستريكتومون كان ميليتير،
كنظن حتى اللي هو عسكري، كانوا كيكونوا قلاع عسكريه. داك هذه القلاع العسكريه اللي تكون فيها اسلحه، تكون فيها اسلحه، تكون ابراج تاع المراقبه، ولا كتسمى عندنا اماكن ديال المور ديال الدفاع المتقدم او للهجوم المتقدم. داك دونك يعني الا كان شي واحد جاي لعند مثلا الناس داخلين ودخلوا لعند دخلوا لعند سميتو العاصمه كانت في مكناس ولا كانت في فاس، والاستعمار دخل لشي بلاصه، داك دونك كانوا كيديروا قصبات، كل قصبه كتبتعد واحد المسافه نتا 20 30 كيلومتر بعيده على 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 المدينه. داك واحد المسافه اللي هي كبيره 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 جدا جدا. الدور نتاع اشنو هما الدور نتاع بانهم كانوا كيعلموا المركز بان شنو وقع، كيفاش قوي كانوا كيعلموا المركز بان شنو وقع. واخا غادي نرجع واحد شويه باش تفهموا بان راه داكشي راه كان كيتصوب يعني بطرق اللي هي تبارك الله ماشي سهله. داك ممكن كيتصوب كان كيتبنى ولا كانوا كيداروا ولا كانوا كيديروا شي حاجه يعني افيك دي شوز كي سون يعني فنانه كما تنقولوا بالدارجه، كانوا فنانه. داك اوكي نمشي اي فوالا نرجع نبارطاجي معكم مادموزيل مسيو لا باج ديال ساتيليت. داك لا باج ديال ساتيليت الخريطه اللي فيها خريطه ديال لوماغا فوالا. الوغ نفرض اسيدي ديك العاصمه انت هنايا، داك العاصمه هنايا، وعندك الشريف جا ودخل المستعمر هنا ولا دخل هنا ولا دخل هنايا اولا جا من شي منطقه هنا من الجنوب، حتى العاصمه فاس هي دي العاصمه فاس، والمستعمر ولا شي حمله عسكريه من ديال شي بلاصه. اوكي دونك كيفاش انت المركز غتعطي، كيفاش انت المركز غادي تعطي الامر نتاعك للدفاع ولا للهجوم ولا للحمايه وانت هنايا بعيد على البحر كومونسا. دونك شنو كانوا كيكونوا داكور كاكزومبل. دونك العاصمه هي هذه هنايا، كانت يكونوا في المرتفعات بحال هكا، في المرتفعات كانوا كيكونوا قصبات مثلا هنا في مشتني حبس كتكون قصبه داكور، المسافه نتاع 20 30 كيلومتر بعيد على المركز كتلقى قصبه، 20 30 كيلومتر بعيد قصبه اي ان سي دو سويت، قصبات اللي هي كثيره بطبيعه الحال. هاد القصبات الكثيره بيان سور مادموزيل مسيو كانوا كيتواصلوا مع بعضياتهم المسافات اللي هي طويله جدا 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 داكو، ويقدر يكون عندنا دخل المستعمر هنا، دخل القنيطره هنايا ودخل الرباط لهنايا والعاصمه كاينه في فاس، نقدر نقولوا في نفس النهار غادي نعرفوا. كيفاش نقدر نقولوا في نفس النهار غادي نعرفوا بان دخل المستعمر واه كيفاش غنديروا ليها سهله شب طيور استاذ شب طيور عز الدين وي خويا شنو قلتي ما سمعتك سمح ليا واش ماشي بالطير كيعتمدوش على الطير الفراخ كانوا كيعتمدوا على الفراخ كاين تكنيك اللي كتعتمد اكثر احسن من الفراخ داكور اللي واشنو هو هو انه عندك كانوا كيشعلوا العافيه داكور كندخن ايماجين بين هنا وهنايا عندي مثلا واحد 30 قصبه مثلا 30 قصبه عندي انا يعني بين كل قصبه وقصبه عندي 30 كيلومتر داكور هي 300 كيلومتر المسافه اللي هنا مثلا دونك عندك هنا كيشعل العافيه وهذا اللي هنا كيشوفو كيشعل العافيه من وراه
وهذا اللي هنا كيشوفوك يشعل العافيه، وهذا اللي هنا كيشوفوك يشعل، حيت هذا اللي هنا كيراقب، هذا اللي كيراقب ابراج مراقبه، كاين ابراج مراقبه الاربعه تاع الجهات، الشرق الغرب الجنوب الشمال، داك وكل واحد كيراقب واحد الجهه. دونك بحال كيجي كيشوف هو واحد العافيه ولا واحد الدخان شعل داكو، وكانوا كيديروا انواع تاع الدخان، دخان ابيض، دخان كحل، داكو على حسب النوع نتاع 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 الخشب ولا النوع نتاع المواد المستعمله في الحريق نتاعها، داكو. دونك كانوا كيستعملوا بيان سور مواد، وكل ماده كتعطي واحد اللون، وكل لون كنقصدوا به واحد الخطر، الدرجه الخطر نتاعو كي دايره، داكو. الوغ على الاقليه، على الاقليه، على الاقليه راه هذا في المركز هنايا في فاس في العاصمه، ما يمكنش يعرف بان المستعمر دخل، ما يمكنش يعرف، ما يمكنش يعرف الخبر داكور 100%، ولكن كيعرف بان كاين ان دونجي، كاين ان دونجي، وما يمكنش يعرف بالنوع ديال الخطر ولا في المدينه فين كاين الخطر، ما يمكنش يعرف، ولكن كيعطي واحد، شنو كيعطي؟ كيعطي واحد الامر بان هادوك اللي قرابين حداه يتدخلوا يعاونوه، هادوك اللي كاينين حداه يتدخلوا يعاونوه. شكون غيعاونو؟ غيعاونو هذاك المصدر منين جات العافيه، اولا من بعد بالليل كيديروا العافيه، كيديروا الدخان بالليل داكا، كيديروا العافيه بالنهار، ما كيديروش العافيه بالنهار. شنو كيديروا؟ كيديروا المرايا، كيديروا المرايا، المراه، الميغوار، داكا كيضربها في الشمس، اوكي، باش كتعطي واحد الاشعه، اوكي. وانت هنايا غتضرب مرايا غتعطي اشياء لعند هذا غيضرب دور غيعطي لعند هذا غيضرب دور يعطي لعند هذا، يعني تقدر انت في واحد خلال ساعات قليله ان المركز عرف بان راه كاين واحد الهجوم، داكو. ومن بعد المركز غادي يعاود، داكو. وكانت واحد اللغه بيناتهم، كانت واحد اللغه بيناتهم. شنو هي اللغه؟ يعني كانت الاشاره مثلا، دابا انا غندير مثلا الاشاره الواحد ونحبس، نعاود واحد شويه ندير اشاره ثانيه، عاود اشاره ثالثه، اين فوا جاوبني الاخر، يعني صافي داك بانه راه كاين معايا. عاد داك الساعه ندير انا مثلا نقدر نصيفط لك رساله، 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 كل 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 رساله، داك مثلا كندير لك انايا ثلاثه ديال الاشارات وحده مورا وحده، ثلاثه ديال الاشارات كنقول لك اودي بانه كاين خطر مثلا، خطر، ثلاثه اشارات الخطر، داك. من بعد غادي نقول لك بار اكزومبل ندير جوج الاشارات، اشاره جوج الاشارات مزروبين، اشاره معطله، ثلاثه د الاشارات مزروبين، اشاره معطله، خطر ديال جو سي با كوا، حمله عسكريه، داك. يعني كل اشاره ولا كل حاجه شنو كيعطيو؟ كيعطيو واحد الرمز نتاعها، داك، باش كيتواصلوا، باش كيكون عندك الميساج، ماشي هو خطر داخل، خطر داخل، ولكن شنو هو النوع ديال الخطر بطبيعه الحال. دونك هذا هو السبب علاش كانوا كيديروا القصابات، كانوا كيديروا القصابات في اماكن اللي هي عاليه وابراج مراقبه اللي كتكون عاليه، الهدف نتاعها بانه باش كيشوفوا الاخطر بطبيعه الحال، يديروا لا سيكوريتي، يديروا لا سيرفيلانس. اوكي، الوغ بويسكي لي تي لوجي لارمي، كان كيسكنوا فيها العسكر والاسلحه نتاعها، الوغ مي بوتي ا بوتي لي شيف انستالي ا لانتيريور دي بوتي لي بيس داغريمون ان سي دي سيتاديل دوفيان سامبول دوتوريتي ديناستيك انسبيران ريسبي ان سي دو سويت. دونك من بعد كانت هي قلعه ديال العسكر 100%، من بعد هادوك لي شيف ديال العسكر، القائد اللي من بعد يوليو القياد، داكو، سميتو نتاعهم القياد، القائد من كيسكن في داك القصبه، شنو كيديروا؟ دونك مابقاش كيديروا غير داك القصبه اللي هي ديال المراقبه، ولاو زادوا حداها دار، زادوا جوج ديور، ثلاثه ديور، ولا دار حداها مسجد، ولا دار حداها جردها، ولا دار، يعني ولات السكن، المقر ديال السكن ديال من ديال داك القائد اللي هو ولا المسؤول ديال الجيش بطبيعه الحال، واللي كانت كتعطي واحد سامبل، واحد الرمزيه للسلطه ديال من ديال الحكم ديال داك القائد ولا ديال المركز بطبيعه الحال. دونك هادو مادموزيل مسيو سكون ابل لاركتيكتور كي ميليتير، لاركتيكتور اللي هي من militaire. Oui, il y a une question s'il vous plaît mademoiselle monsieur. Parce que je suis elle. Parce que je suis elle. Alhamdoulillah. Alhamdoulillah. Alhamdoulillah.
هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ما تكونش عندكم الأسئلة. أوكي الشباب، دونك نرتاحوا شوية ولا نكملوا؟ بل اللي بغيتو تحبسوا. دونك فين وصلنا دابا؟ دونك بدينا لاباج 15. لاباج 15. نعم باج عرشي بركة. باج عرشي بركة. زعما كاين الله يجعل شي بركه، الله يجعل شي بركه.